صباح الخير، متأخر جدا، رايح القاهرة وعايز ألحق القطر. يعني القطر بيبقى مريح جدا 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 بالنسبة لي، حتى لو حد يعرف يقرأ معايا كتاب يعني. غير الميكروباص، الميكروباص بقى الطريق تنطيط وكده وحاجات، فبتدوخ جدا في الميكروباص لو بتبص في حاجة غير الطريق. فادعولنا نلحق، يعني يوم مليان جدا 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 النهاردة جدا. اوكي، عندي ايفنت في مدينه زويل، وعندي ميتنج مع حد كده في الدقي، هنبقى نشوفه سوا ان شاء الله كمان شويه. وعندي برضو ميتنج مع ثلاث اشخاص مختلفين تقريبا، فيوم حافل في القاهره، فيا رب يا رب نلحق القطر بس علشان يبقى يعني الواحد رايح مصحصح كده، مش رايح مفرهد من التنطيط في الميكروباصات. ليتس جو. طيب، وانا لحقت القطر بس مفيش مكان للاسف، يعني ضيق جدا، ف هضطر اخليها واقف هنا لحد ما نوصل. مش مشكله، انا واقف بس وصلنا القاهره الحمد لله. معايا هنا عبد الله، ساب الكرسي بتاعه، ساب الكرسي بتاعه وجه وقف معايا هنا في الطرقه يعني. يلا بينا عبد الله. يلا طبعا هبطل بقى علشان ممكن يحصل لي مشاكل لو حد شافني وانا شايل الكاميرا كده، فهبطل دلوقتي. وصلنا القاهرة بس الجو حر جدا، تقريبا اعتدنا على الموضوع ده يعني. هنروح نصلي الظهر والعصر، واروح اقابل وسيا بقى وتقريبا حازم كمان مع الناس بتوع مسلمز اوف ذا وورلد. يلا بينا. الحمد لله صليت الظهر والعصر ورايح دلوقتي. قال لي هنتقابل في مكان اسمه دوناتس تقريبا، او دوناتس مش عارف، اللي هي الدوناتس بتاعت تشوفها في الافلام الاجنبي. فلابس النضاره بقى علشان الشمس حارقه، مش قادر افتح عينيا اصلا في الشمس. فهنروح نقابل عبد الله حالا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك؟ السلام عليكم. خلصت اللقاء مع الاء من Muslims of the World. لذيذ جدا، كان خفيف، وجه عبد الله وسيا طبعا زي ما شفتوا. فان شاء الله بسيب لكم الستوري او لينك القصه ديت في الديسكربشن تحت الفيديو لو كانت نزلت وقت ما الفيديو ده انتوا بتتفرجوا عليه دلوقتي. هروح دلوقتي لمدينه زويل علشان الايفنت بتاع education delivery او delivery education، اللي هتكلم فيه بجزء كبير جدا يعني عن قصتي مع الهندسه وازاي سبت الشغل والكلام اللذيذ ده. فنطلب تاكسي علشان نلحق ميعادنا. العربيه بتاعتنا وصلت، هنتاخر طبعا بس ان شاء الله هنلحق. السلام عليكم. رايح مدينه زويل. مدينه زويل في اكتوبر ان شاء الله. بعيده شويه؟ اوكي. طيب، وانا جعان جدا. الصراحه المفروض كنت اكل حاجه، وانا يعني بكون جعان ما بعرفش اقد خالص. فانا رايح الايفنت دلوقتي، اتمنى ان انا اعرف القط حاجه كده واشقط حاجه على السريع علشان الواحد يعرف يتكلم يعني. ومتاخر برضه، فما فيش وقت ان انا انزل مثلا اكل في اي حته، فربنا يسهل الحال. ممكن الجماعه عاينين لي حاجه كده من اللانش بريك بتاعهم الواحد يشقطها قبل ما نطلع على الستيج. كانوا حاطين اللوكيشن بتاع جامعه زويل على الايفنت، كانوا حاطينه غلط، فاحنا مشينا تبع اللوكيشن ده ورحنا مكان تاني خالص. فتاخرت، اتاخر تقريبا يجي تلت ساعه، فدلوقتي رايحين للمكان الصح. يا الله متاخر، وانا ما بحبش اكون متاخر يعني. الدنيا دي ومكتوب عليها كاميرا ومش فاهم. مع اليوتيوبر احمد ابو زيد. يمكن الموضوع ده كليشيه شويه وتهز كتير لدرجه ان الناس زهقت منه. فول يور باشن. لا، مش فول يور ماي باشن. انا شغال في شغلانتي بتجيب فلوس هتنيني ماشي فيها.
الباشن بتاعي مش هيجيب لي فلوس. لكن انت لو فعلا فعلا اشتغلت على نفسك، انت عندك فرصه كبيره جدا. الناس لسه في سنه والناس لسه في كليه، اتعلموا اي حاجه، قربوا كل حاجه. يعني انا اعرف واحد صاحبي لسه متخرج السنه دي، لسه حاضر حفله التخرج بتاعه الاسبوع اللي فات، مهندس مدني برضه، ومش هيشتغل فيها ولا يوم. وهو في الكليه اتعلم فوتوشوب واتعلم افتر افكتس، اشتغل في قبيله، حتى عارف القبيله اللي بتعمل فيديوهات الموشن جرافيكس، حاجه مرتب كويس، اشتغل فريلانسنج وبيقبض بالدولار كمان. طيب هو عشان البطاريه تفصل الجي 7 اكس للاسف البطاريه بتاعتها فصلت، وكان معايا بطاريه تانية، ولكن البطاريتين كانوا جداد المفروض كنت اشحنهم يعني ساعه ما طلعتهم من العلبه بتاعتهم بس نسيت. anyway الايفنت كان حلو جميل يعني انبسطت، رغم ان انا مش محضر حاجه خالص، يمكن يعني حضرت في دماغي كده هبتدي ازاي وانطلقت بقى. تعالى نكمل فلوجينج بالموبايل ده لحد ما نروح. انا بحب الكاميرا دي يعني رهيبه، اكتشفت ان انا ممكن اشحنها او افتكرت يعني انا كنت عارف بس كنت ناسي خالص ان اشحنها بالباور بانك، فيها فتحه يو اس بي فشحنتها والبطاريه شحنت الحمد لله. فمبسوط جدا بصور بقى دلوقتي اللي هي الجي 7 اكس مارك 2. الناس كنت داخل الناس مفرهده فعلا، وخلاص اخر فقره اصلا في الايفنت كان شغال من الصبح بدري، واحنا الساعه 4 تقريبا او الساعه 3:30، الناس طلعت مصحصحه ومفرفشه ومبسوطه. فشكرا كريم اسماعيل هو اللي انا اخدت معاه كورس في الببليك سبيكينج، و يو روك مان، يو اميزنج. يعني لو انت بتتفرج على الفلوج ده يعني اشك ان انت ممكن تكون بتتفرج عليه، بس بجد الكورس ده فرق معايا تنين بجد، مش عشان انت اخويا ولا صاحب ولا الكلام ده، بس ثانك يو مان. ناكل بقى يعني الساعه دلوقتي عدت الساعه 6 وانا جعان جدا على فطار من الصبح، ودي معجزه ان انا لسه واقف على رجلي لحد دلوقتي. ففي اكل سوري هنا ضربت محل سوري، فهنشوف. مفيش مكان تقعد فيه ولا كنت في حجرك وتمشي؟ اوكي. يعتبر صليت كل الصلوات النهارده في مسجد اسد ابن الفرات، مسجد جميل هنا في الدقي. مش عارف احود على دوتس سبيس ولا لا، انا اروح لكريم ولا مش عارف هو خلص السيشنز بتاعه ولا لا، وممكن برضو عايز التيشيرت ده عجبني جدا جايبه من دوتس، عايز اجيب واحد كمان. مش عارف ولا اروح المترو واروح لاني تعبان جدا. هشوف كده لو ضغطت في سكتي قريبه ممكن ابقى احوت. جميزه اوكي 100 100. شكرا. السلام عليكم. سبحان الله واقف لقيت الراجل اللي وصلني بالموتوسيكل ده وقف لي وخدني وصلني نص المسافه، ما كانش في عربيات رايحه بلدنا دلوقتي. ومن المكان اللي نزلني فيه لقيت عربيه جابتني لحد البلد هنا وما رضاش حتى ياخد فلوس، ما رضاش ياخد اجره. فسبحان الله ربنا بيوقف لك ناس بتلاقي امورك كده ماشيه من غير اي مشاكل. مبسوط جدا بتحس كده شعور جميل فعلا. يعني الراجل هو اللي وقف لي وقال لي تعم وصلك ووصلني فعلا، وكان حريص جدا ان هو يوقف لي عربيه حتى تكمل بيها السكه. فرب جزاه الله خيرا، ربنا يبارك له يا رب كده ويجازيه خير على اللي بيعمله فعلا. يعني الناس اكتر ناس يعني بيساعدوا الناس او بيقفوا للناس بالليل ويوصلهم
هما الناس اللي يوقفوا الوقفه دي، اللي حاسس باللي واقف ده. فربنا يبارك لهم وربنا يبارك لكل واحد بيقف للناس ويوصلهم. كان يوم متعب كالعاده بس كان يوم جميل، انبسطت جدا جدا من الايفنت اللي روحته ده ومن اللقاء اللي مع Muslims of the World. ف يا كان يوم جميل جدا. سلام.